السلام عليكم ورحمة الله. الزول فلاون، الشعب الجزائري مدعو اليوم باش ينتخب المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية اللي باش يعني يسيروا حياته اليومية. طبعا انتخابات هذه تجري في جو تاع لا مبالاة، الناس ما على بالهمش بهذا الانتخابات، ما يسمع بها، و جو مقاطعة في بعض المناطق مثل بلاد القبائل إلا مدينة واحدة وفي مركز واحد، ماشي مدينة كامل، ماشي في وهران كامل، في مركز واحد في وهران. قال لك الناس دايرة العشان، وشكون اللي داري لاشان؟ دي جون كامل يتمسخوا، يعني يجوا يكذبوا على الشعب بهذه الطريقه، ما يحشموش. محبطين العسكر مساكن بالسيف، دي جون تاع سيرفيس ناسيونال، محبطينهم بالسيف، يدايرين لاشان. كيفاش تايا بيرو فوت كامل ما فيش مراه وحده، ما فيش شيخ واحد، ما فيش عجوزه، قاعد دي جون تاع 20 22 سنة. كيه واش نهار شفتو نتوما لي جون يروحو يديرو لاشين باش يفوطيو؟ وقتاش هادي؟ عيناني الميزون سان، عيناني هادي تاعت بهدايل، هادي تاعت بهدايل. الناس تضحك عليكم يا ولاد الحرام، واش بيكم هكذا؟ على هادي اللي الشعب ما يحبش يشارك، لما الناس يشوفوا هاد الصور يقولك ما نشاركوش، يقولك ما نشاركوش، لانه النتائج معروفة مسبقا. حتى هاد العسكري جايبينهم يفوتيو ما يعرفوا حتى واحد من سكان البلدية اللي راح يفوتيو عليهم، يحطوا نابورت كوا، لانه النتائج راهي الافونس مدايرة، معروفة الافونس. شفتوا كيفاش تحرموا الشعب الجزائري حتى من حقه في اختيار من يسير شؤونه اليومية؟ تحرم الشعب الجزائري من حقه في اختيار من يسهر على تسيير شؤونه اليومية. هذا هو تقرير المصير اللي حارمينه الشعب الجزائري. تتكلم على تقرير المصير للصحاروة، 100,000 صحراوي ضرب الدليل على جالهم قيرة، و44 مليون جزائري تحرمهم من حق تقرير المصير يا ولاد الحرام؟ هكذا ديروا؟ حارمين 44 مليون جزائري من حق تقرير المصير؟ ما عندهمش الحق يخيروا رئيس؟ ما عندهمش الحق يخيروا برلمان؟ ما عندهمش الحق يخيروا مجلس ولائي، مجلس بلدي؟ وعلاش تحقروا في الشعب الجزائري لهذه الدرجة يا ولاد الحرام؟ وعلاش؟ وعلاش تحقروا الشعب الجزائري هكذا؟ انتم ولاد حرام. انتخابات بلدية ما تخلوش الشعب يفوتي، تخلوش الشعب يفوتي ترونكيل هكذا بدون تدخل تاعكم، ولا تحسبوا قال هذا الشعب هذايا ماهوش ناضج، تحقروا الشعب، الشعب هذا ماهوش ناضج، ماهوش قادر، ما يعرفش يخير شكون يسير اموره. ياك نتوما اللي تعرفوا تخيروا تسير الامور، مدين البلاد للحيط. شفتوا هايديك عيناني، عيناني يشوفوا فيهم هامليك سيدي جون. هادو كاش مركز تاع التصويت ما فيهش مرا، ما فيهش طفله، ما فيهش عجوزه، ما فيهش شيخ، كلهم دي جون من 20 23 سنه. وكاش نهار شفتوا دي جون هكذا عندهم هاد الاخر في حماس في الرياض راح يفوتي، على من راح يفوتي؟ يسون فيش قاع يخمو على البوطي، ما يخموش باش تفوتي، يخمم على البوطي. خليتو الجزائري يخم غير على البوطي يا ولاد الحرام، هذا واش خليتو يخم؟ اليوم تجيبهم زعما راهم يفوتيو، عيب وحرام يا ولاد الحرام. ما تعرفوش الحرام نتوما، ما تعرفوش الحرام. هكذا تخليو الاخر زعما يلعبوها، قال لك هم هم يفوتيو، وجاب لي التلفازه تاع ولاد الحرام تاع البونديه تاع المجرم، هذاك الولد القومي اللي في الحبس ويزيد عليها من فوق
ويخدم عصابة ولاد الحرام، ما بقى يدافع على روحه. اي نعم، كلهم حرامية في بعضهم، الله لا يتربحهم ان شاء الله. ربي يقدر الخير لبلادنا وربي يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله. صحفيها.